الطاقة، الإيجابية والعمل بكل جدية. كانت تجربة رائعة، رائعة أكثر من رائعة. كانت ممتعة، كانت سمحت لي أعمل نتوركينج منيح، كانت شاملة لأكثر من موضوع. تجربة مميزة، بحب أرجع أعيدها. كانت تجربة حلوة وجديدة. كان مؤتمر رائع ومميز وبيحتوي على كثير إبداع وتجديد، فعلاً كان مؤتمر ناجح جداً. اللي يميز FNS عن باقي السيمبوزيومز هي الروح الحلوة الموجودة فيه، بتساعدك انك تندمج وتتعلم بكل ثانية. يلي بيميز المؤتمر وجود الروح الطلابية فيه وتنوع ورشات العمل لحتى تضم تفاصيل التخصص الصيدلاني لطلاب الصيدلة. قد ايه كانوا بروفيشنال في شغلهم وفي حكيهم، والروح اللي بيناتهم كانت كلها حب واحترام. مختلف عن السيمبوزيومز التانيين من شغلي انه قديش التوبكس اللي كانوا موجودين زي البزنس والماركتينج، كل هاي الأشياء كان فيه مواضيع متنوعة وشاملة. أفضل الأجزاء اللي كانت مميزة فعلاً في المؤتمر هي الـ LIT أو Leader in Training. أنا أخذت هذا التدريب وكان فعلاً مفيد ورائع. My favorite part كان هو الـ Indian Social Night. السيشنز كانوا حلوين. أحلى جزء بالسيمبوزيوم كان الـ Networking. تعرفت على كثير ناس من الـ JPSA وتعرفت على كثير ناس برا الـ JPSA ما كنتش متوقع أن أعرفهم. أحلى جزء كان برنامج Leader in Training. أكثر جزء فضلته في المؤتمر هو الـ General Assembly، الانتخابات اللي بتصير سنوية لجمعية طلاب الصيدلة الأردنية. متذكرة بس التقيت بناس جديدة، ما قدرت أحصيهم، بس لو بدنا نعطي عدد تقريبي يعني أكثر من 70 شخص تقريبا. عدد الناس اللي أنا تعرفت عليهم كثير كبير، ولهلأ لأنه على تواصل معهم في منهم صاروا كثير أصدقاء مقربين لي. عدوا على إيديكم قديه تعرفت على ناس. كل أكتيفيتي كان موجود في السيمبوزيوم هو بيجبرك بشكل كثير لطيف إنك تتعرف وتندمج مع الأشخاص الموجودين هناك. فأنا تعرفت على عدد كتير كبير، تعرفت على ناس كتير من جوا الجامعة وبرا الجامعة، قدي وأكبر مني، ما كان في عدد معين. من أفضل ورشات العمل اللي استفدت منها كانت ورشات عمل البزنس and marketing، لأنها بتلبي شغفي في دمج القطاع الصيدلاني مع البزنس في المستقبل. حبيت كل المواضيع، بس أكتر إشي المواضيع الترندي زي التنمر الإلكتروني لأنها كانت إشي جديد. أكتر بارت إنه أثار اهتمامي كان البزنس والساينتيفيك بارت. البزنس والماركتينج هذول الوركشوبس اللي أخذتهم ركزت عليهم. ماركتينج عشان كنت بحب أعطي حالي فرصة أسمع عن موضوع مش بالعادة بكون مهتمة أسمع عنه. ماركتينج والبيرسونال ديفلوبمنت، بحس الصيدلة هي جزء أساسي أو ما بيتجزأ منها بماركتينج، بالإضافة إلى إنه الشخص لازم يكون عنده سكيلز في البيرسوناليتي تبعته. نستناكم في SNS. نستناكم في SNS. بنستناكم بSNS. نستناكم بـ SNS. نستناكم بالـ SNS. نستناكم في SNS. نستناكم بالـ SNS. نستناكم في الـ SNS.